استاذ حنان، حزب الاتحاد الشركي يعني كان في بدايه وحده المدينه كان عنده واحد يعني حضور قوي على مستوى مجلس المدينه، ولكن في السنوات الاخيره الحضور تراجع، علاش شنو السبب؟ لهذا تتشوف اختارينا شعار المؤتمر ديالنا تخليق تدبير الشان العام هو اساس بناء المدينه المواطنه والمستقبل. لماذا تخليق تدبير الشان العام؟ حيت لقاش تنعتبروا على انه ماشي غيابنا، تغيبنا قصرا على تدبير مدينه الدار البيضاء منذ 2003 الى الان، ما هو 20 سنة تقريبا فيها نقاش يرتبط جزء منه بالقوانين الانتخابية، جزء آخر يرتبط بتغيير الإرادة الشعبية، جزء آخر يرتبط بما وقع وما عاشه الاتحاد الشراكي سنة 2003، والناس كلها تتعرفها الانتخابات الجماعية اللي كانت آنذاك، وتنعرفوا بأننا كنا الأول قوة سياسية في مدينة الدار البيضاء، وأول قوة كانت في المقاطعات أصواتا ومنتخبين على صعيد المقاطعات وعلى صعيد مجلس المدينة. لكن كان هناك تكالب خطير على حزبنا الاتحاد الشراكي القوات الشعبية، وتم ما تم، وكانت الإرادة ديال جعل مدينة الدار البيضاء على ما هي عليه اليوم، وجه بشع، مرافق لا ترقى لساكنة الدار البيضاء ولا تترجم قيمة المواطنة التي نحتاجها اليوم في هذه المدينة وفي كل مدن المغرب. الدار البيضاء اليوم هي عبارة عن مدينة فيها تجتمع فيها المتناقضات، الفيلات والعمارات ودور الصفيح والمساكن العشوائية، فيها طرق معبدة وفيها آلاف الحفر، فيها تلوث بيئي كبير، فيها اليوم أزبال متناثرة في المعارف. مثلا شوفوا نموذج المعارف سيدي بليوط في مركز المدينة، في مركز تراث المدينة التاريخي وتراثها الاقتصادي وفي مركزها المادي، هناك نقط سوداء كبيره جدا. شنو الوصفه باش الاتحاد الشركي يرجع للتوهج ديالو اللي كان؟ اولا الوصفه، حنا بالنسبه لنا حنا ما عمرنا ما فقدنا التوهج ديالنا. كان قلت لك اراده التغييب واراده الاقصاء، ولان حنا يمكن الطريقه التي نريد ان ندبر بها المدينه لا تتوافق مع بعض الارادات الغير المنصفة لهذه المدينة، كي لا نقول شيء آخر. وهذه الإرادات كاين فيها ممارسات ترتبط بضعف منسوب الأخلاق والتخلاق في تدبير الشأن العام، ترتبط أيضا بأنه رؤيتنا للمدن هي رؤيتنا غير تجزئية، هي رؤيتنا لوحدة المدينة مختلفة، وهذا دليل على أننا في 2003 كنا قلنا هذا من سيكون عمدة المدينة، وهذا مرشحنا وهؤلاء مرشحينا ومرشحاتنا. ما درناش، كنا واضحين، وغياب الوضوح والشفافية مع الناس، وأيضا تكاثر ارتفاع مستوى الأنانية والمصلحة الذاتية في تدبير الشأن العام ديال مدينة الدار البيضاء. سؤال زعما جوابنا بسيط، هو ما عشناه اليوم من أنه جزء من المنتخبين ديال هذه المدينة هم اليوم إما متابعين، إما هما راهم فيهم تقارير ديال مجلس على الحسابات، إما أنهم فيهم كل مرة عندهم تقارير ديال المفتشية العامة ديال وزارة الداخلية وغير ذلك. أكبر دليل على 20 سنة من تدبير مدينة الدار البيضاء فيها نقاش، هو ماشي تدبير، هو إعدام لساكنة الدار البيضاء ولمدينة كبيرة بحجمها سكنيا واقتصادا وحجمها الثقافي داخل هذا الوطن. بغيت نذكر المواطنين ان سنه 2020 الان ما بقاش حضور ديال الاتحاد الشراكي، لان تغيبنا الطرق اللي تصعب لي هذاك الانتخابات اللي لا على الصعيد البلدي ولا الصعيد النيابي، والان حان الوقت باش تطرح مشكل ديال اعاده النظر في نمط الاقتراع بالنسبه للبلديه وبالنسبه للبرلمان. هذا النمط ديال اللائحه ولا في الحقيقه هو نمط اللي كيدير الواحد كيناضل من اجل باش يدوز واحد، وما يقع على الساحه السياسيه بالدار البيضاء برهن على انه الانتخابات اللي مرت خاصها بكل صدق تعود فيها النظر، لان ما عطاتش واحد النخب قادرة تسير مدينة الدار البيضاء اللي كتعتبر هو القلب النابض الاقتصاد المغربي. والمؤتمر ديالنا في أنفا الآن الاتحاد الاشتراكي كيسترجع القوة ديالو في الدار البيضاء، وإحنا على في إطار الهيكلة ديال المؤتمرات الإقليمية ومن بعد
بالنسبه للضربه كامله سنعيد النظر في طريقه عملنا لاسترجاع موقع ديال الاتحاد الاشتراكي، لان الاتحاد الاشتراكي كان كيسير جماعه ديال انفا، وكان كيسير جماعه المعارف، وكان كيسير مير السلطان، كان عندنا حضور قوي، لكن طريقه ديال الانتخابات وما صاحبها من استعمال المال الحرام جعل انه دور الاتحاد الاشتراكي تقلص، واكثر من هذا انه كان اقصاء ممنهج فيما يخص جميع المرشحين للبرلمان في التربيضه. هذه الوضعيه الان العواقب ديالها هي بان بان النخبه السياسيه اللي جابت الانتخابات ديال 2021 ما قادراش تمشي بالمدينه الا امام، وحنا كنسترجعوا تنعودوا النظر في التنظيمات ديالنا باش نواجهوا القوة المحافظة اللي باغا تبقى الدار البيضاء دائما تحت السيطرة ديال المال وعدم الاختصاص وعدم الكفاءة، لأن يعني الكفاءات الآن ما بقاتش في الدار البيضاء، وهذا الشيء ما غاديش يمشي بالدار البيضاء إلى الأمام، خصوصا أن خطاب صاحب الجلالة في 2013 في افتتاح البرلمان كان خاص للدار البيضاء، ولكن من 2013 اليوم 11 سنة ما وقع حتى شي حاجة. حنا كنحبدوا وكنشجعوا أنه السيد الوالي الجديد يقوم بأعمال جبارة، والاتحاد الاشتراكي دائما غادي في الدفاع عن مصالح المواطنين البيضاويين باش تكون الدار البيضاء مدينة جميلة كما يبغيها الشعب المغربي وصاحب الجلالة الملك محمد السادس.